شاف الام ديالو قبل ما يمشي وعارف هو هذا الشيء وعارف شكون اللي داه. الغريب في الامر غير الصوره اللي كيوصلوا للناس مغلوطه كيخليه وانا كنركز على هذه الكلمه تيخليه يقول شي حوايج. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كما سمعتوا من بعد ما خرج الاخ التوام ديال محمد الريفي ووضح بالفيديو بان الاخ ديالو تيكذب والمرض ديالو راه ماشي حقيقي فقط من اجل البوز، فاليوم خرج بواحد الاوديو او تصريح صوتي اللي تيوضح فيه بزاف ديال الامور اللي الناس ما كانوش عارفينها. نخليكم تكملوا هذا الاوديو هذا فينا حنا ويخلي ناس اخرين يوتيوبرزات يتكلموا فينا بكلام سوء وما ما عارفينش الحقيقه. يعني كاين بعض اليوتيوبرزات الله يهديهم غرضهم عرفتي باش غرضهم بالاكسنس. حنا ديما غنقولوا ما عندناش غرض بهذا الشيء، راه غير تنخرجوا ندافعوا على راسنا فقط لا غير، فهمتي؟ لان ما كناش حنا سباقين الخروج، هذه مده 6 سنوات راه حنا كنا عارفين بزاف ديال الحوايج وكل شيء كاين كلشي واجد، غير حنا كنا كنقولوا كنحطوا دائما الصوره ديال الاخ فنان. كيف كنا كنشوف كيف الناس كانوا كيشوفوها حتى حنا كنا تنشوفوها في السوشيال ميديا. ولكن منين جا امر الواقع اللي هي كورونا اللي بينت الحقائق للناس في بزاف ديال الحوايج، تما اكتشفنا بزاف ديال الحوايج الى يومنا هذا. ما علينا، ربما الناس راه فهموا كلشي وعرفوا كلشي، غير الا بغاو يبقاو يديروا التلاعبات. بالنسبه ليا انا الوقت اللي شاف الام ديالو داز واحد يومين كالعاده كيصيفطوا عندي حتى المحال عندي باش يستفزني باش يبين الناس انني انا اللي حابس عليه الام ديالو، انا الرئيسي اللي حابس عليه الام ديالو عاد الاخوه ديالو. ولكن غنقول الناس هذا الشيء راه العكس. كم من مرة الوقت اللي كيخرج بالخرجات وكيقول لهم بأن الأخ ديالي هو سبب هذا المشكل وتيخلي دوك الناس راه عارفهم هما شكون هما شاهدين فمهم تيقولوا هاد الهضرة، تيقولوا بأن الأخ ديالو هو اللي داير هاد الشيء لأن حتى هما دافعينهم باش يقولوا عليا هاد الشيء. غنخلي الله سبحانه وتعالى يحسبها عليهم، لأن باش يخلي التقليد يبقى عليهم. إنسان علاش كنقول ما عارف والو وكيتكلم؟ الوقت اللي جا عندي اخر المزيه اللي جا عندي هي اللي فاش كان غادي لاسبانيا بقى يبزز عليا الام ديالو، هو شافها وانا خدام. انا واش نخدم؟ خدمتي مستقر في خدمتي الحمد لله، انا راه عندي خدمتي المده ديال كنعاود نقول ابني طراسي انا يا بيدي الحمد لله وبرضات الوالدين 20 سنه هذه عندي رزقي. الناس تيقولوا لي انني انا بغيت نولي مناجر ولا طامع في خويا ولا لا، بالعكس انا خويا كان غير كان خاصو يد المساعده نعاونو فيها لا غير من ديك الوقت. ولكن منين بانت النقطه السوداء اللي كانوا سبب المشاكل من ليامات المصر ليومنا هذا، انا كنت دائما راجع اللور عمرني ما بنت، كنت متفرج لا غير، حيت عندي الميدان ديالي الحمد لله. ولا الناس كيتسحبوا ما انا بغيت هاد الشهرة اللي ما تيعرفوش الناس انني انا خدام في وسط منها هذه مده قبل ما يكون خويا اكس فاكتور، هو عارف هاد الشيء. غير انا من النوع اللي كنبغي نشتغل في الظل، لكون بغينا نستغلو كما كيقولوا الناس انت غطمعتي في خوك، وبكون بغينا نستغلو داك الوقت كون استغليناه باقي ما كاين حتى شي واحد. ولكن لا، حنا بالعكس تربينا تربيه الحمد لله حسنه، تربينا في وسط الكلمه والحكمه ديال الرجال، فهمتيني؟ يعني اللي خلاتنا نكونوا رجال من صغرنا نعولوا على راسنا، يعني كما كيقولوا بهذا المصطلح الرجوله منذ الطفوله. هذا هو الفكره ديالي انا والانسان. انا نعاود نقولها، انا من النوع اللي كنحب نبقى في الاختصاص ديالي، لان واحد الانسان ما تيفهمش في اختصاصات وغينقز لهم النتيجه راه باينه. كما قلت وغنعاود نقول راه ما يمكنش تكون انت، انا مثلا اعوذ بالله قلت انا حلاق وغادي نبغي نمشي نولي مهندس ولا استاذ، خصني نقرا خصني بزاف د الحوايج نديرهم باش نوصل لذاك الشيء. ولكن الا ما كنتش قاري في ذاك الميدان ديالي وعندي دبلومات فيه اللي كيخولوا ليا باش نكون انا مسير
في بزاف الحوايج انا ما غنجحش في العمل، غتكون النتيجه ضعيفه وهزيله جدا، وكل شيء واضح وكل شيء باين. كما سمعتوا مشاهدينا الكرام، فالاخ ديالو تيقول بانه شاف الام ديالو قبل ما يمشي للديار الاسبانيه، ولكن محمد الريفي دائما كيتشكى وكيقول بان توحشها وما شافهاش، والاخوه ديالو ما خلاوش انه يشوفها، وما عرفناش حنا الحقيقه عند من. العلم لله، ولكن حنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، ما بغيناش هادشي يبقى بيناتهم. كنتمناو ان الامور تصلح بيناتهم والمياه ترجع لمجاريها، هادشي اللي كنتمناو جميع العائلات المغربيه.